هنبدأ الشابتر الثالث اللي هو The Hague Prison أو سجن لاهاي. يون كورنيليوس was happy in Dort. يون كورنيليوس ده اللي هو بيزرع التوليب فكان سعيد في دورت. He was very happy about his tulip. كان سعيد جدا بخصوص التوليب بتاعته. But in The Hague terrible things were happening. لكن في The Hague اللي هي لاهاي كان في أشياء فظيعة قاعد تحصل. Suddenly the people of the seven states wanted to change their government. فجأة الشعب بتاع الولايات السبعة داير غير الحكومة بتاعته. They did not want John Dewitt. They wanted a new leader. ما دايرين جون دويت اللي هو كان القائد، دايرين شنو؟ قائد جديد. New leader. Soon the people hated John Dewitt and they hated Cornelius his brother too. فطوال الناس بقت في فترة قصيرة بقت تكره جون دويت وبقوا يكرهوا أخوه كورنيليوس برضو. The Dewitt brothers are friend of the French king. The people shouted. الناس كان بتهتف بتقول إنه الأخوين دويت هم أصدقاء للملك الفرنسي. قاموا قالوا France is our enemy. We hate the Dewitts. وفرنسا دي هي عدوتنا وإحنا بنكره the Dewitts. We want a new leader. دايرين قائد جديد. We want Prince William. إحنا دايرين قائد جديد. دايرين الأمير William. He is young. He is strong. هو شاب وهو قوي. He must become our leader. Then the seven states will be strong too. هو لازم يبقى قائدنا وبعدين الولايات السبع هتبقى شنو؟ قوية أيضا. In the Hague, people told many strange stories. Nobody knew the truth. في the Hague, في المدينة بتاعت لاهاي الناس كان بيحكوا قصص غريبة. العديد من القصص الغريبة. ما كان في زول عارف الحقيقة. تمام؟ يعني ممكن تكون إشاعات ممكن تكون حقيقية. قالوا شنو؟ قالوا إنه كورنيليوس دويت want to kill Prince William. كورنيليوس اللي هو أخو الحاكم يعني جون داير يقتل منه الأمير ويليام. The people said take Cornelius to the Hague prison. قام الناس قالوا شنو؟ أخذوا كورنيليوس للسجن بتاع هيج. Punish him. عاقبوه. Torture him. عذبوه. وfind out about his plan. وعرفوا خطته شنو؟ خطته شنو؟ عشان يقتل بها الأمير ويليام. Then sent him away from the seven states. وبعدها كرسلوه بعيد من البلد بتاعتهم اللي هي الولايات السبعة. So Cornelius Dewitt was taken to the prison in the Hague. فبسبب كلامهم ده أخذوه للسجن. There soldier tortured him. هناك في السجن الجنود عذبوه. Cornelius was a good man and he was a brave man. Cornelius ده اللي هو بيعذبه فيه ده كان هو أصلا زول كويس، رجل كويس وكان رجل شجاع. Brave. The soldiers injured him badly. الجنود أذوه بصورة سيئة. The pain was terrible. الألم كان فظيع. But he did not tell the soldier about his plans. لكن هو ما كلم الجنود بخصوص خططه. طيب قاموا. At last the soldier took Cornelius to a courtroom. A judge spoke to him. بعد ما قدروا عليه عذبوه وما قال حاجة قاموا الجنود ديل أخذوه للكورتروم اللي هي قاعة تحت المحكمة. و a judge spoke to him. وكان في غاضي يتكلم معه. قام قال له شنو؟ قال له Cornelius Dewitt. You and your brother John are bad men. قال له Cornelius Dewitt أنت وأخوك اللي هو جون أنتم رجال سيئين. Both of you must leave the seven state. الاثنين انتم مفروض تغادروا ال seven state الولايات السبعة. The next day John Dewitt and his servant Craig went to the Hague prison. اليوم البعدي John Dewitt اللي هو الحاكم نفسه ومعه المساعد بتاعه والخادم بتاعه اسمه Craig مشوا للسجن بتاع The Hague. They were going to take Cornelius from the prison. داري ياخدوا كورنيليوس من السجن لأن القاضي قال له شنو؟ قال له انت وأخوك لازم تطلعوا. Then the three men were going to leave the country. والثلاث رجال اللي هم جون وكورنيليوس والخادم بتاعه وهل كريك كانوا هيغادروا البلد. The jailer of the prison was called Griffiths. السجان بتاع السجن يعني الماسك السجن اسمه Griffiths. He was a bad-tempered old man. كان زول أخلاقه كعبة أو طبعه كعب وكان راجل كبير old man. Griffiths had a beautiful daughter. Griffiths كان عنده بنت جميلة. She was 17 years old. كان عمرها 17 سنة. And she helped her father at the prison. وكان بيساعد أبوها في السجن.
Good morning, Griffiths. John DeWitt said to the wall jailer. لما جاء السجن يعني قام جون قال لجريفيث اللي هو السجان قال له صباح الخير يا جريفيث. قال له look عين here is a paper هاك الورقة دي from the judges من القاضي my brother is not a prisoner now أخوي هو الآن ما أصبح شنو ما سجين I am going to take him away from the prison today أنا حاشيله اليوم من شنو حاخده من السجن لأن القاضي قال إنه يطلع من السجن Griffiths and his daughter took John DeWitt to his brother's cell. اللي هو السجان اللي هو Griffiths ومعه بنته أخذوا جون لشنو الزنزانة بتاعت أخوه. Cell يعني زنزانة. Griffiths unlocked the door. Griffiths فتح الباب. Then he walked away. وبعد ذاك مشى. فتح الباب ومشى. John DeWitt looked at Griffiths' beautiful daughter and he smiled at her. جون دويت عاين لبيت جريفيس الجميلة وابتسم لها قال لها What is your name my dear؟ قال لها اسمك من يا عزيزتي جون دويت asked the girl سألها قلت له My name is Rosa sir قلت له اسمي روزا يا سيدي The girl replied ردت له قال لها How is my dear brother today؟ روزا قام قال لها أخوي العزيز كيف اليوم يا روزا سألها قلت له His pain is terrible قلت له ألمه فظيع روزا سايت سادلي قالت له بحزن يعني ألم فظيع شديد There were tears in her blue eyes يعني عشان هي حزينة كان في دموع في عيونها الزرقاء These are terrible times sir قام قالت له دي أيام صعبة يا أو فظيعة يا سيدي The people of the city want to kill your brother They want to kill you too قال له الشعب بتاع المدينة داري يقتل أخوك وداري يقتلوك انت برضو قام قال لها But we love our country John DeWitt replied We have tried to help the people of the seven states. قال لها إحنا بنحب بلدنا. We love our country. وإحنا حاولنا نساعد الشعب بتاع the seven states. الولايات السبعة. قام قلت له I know that. أنا عارفة يعني عارفة الكلام ده يا سيدي. I know that sir. Rosa replied. Now you and your brother must leave the prison quickly. قام قلت له الآن أنت وأخوك لازم تغادر السجن بسرعة. There are many people outside the big gate. في العديد من الناس بوراء البوابة الكبيرة. They are waiting for you. هم منتظرينك. You and your brother must leave by the small gate. أنت وأخوك لازم تغادروا بالبوابة الصغيرة. Gate يعني بوابة. قلت له please tell your brother about my plan. أرجوك كلم أخوك عن خططي. إنه داري يطلع شنو بالبوابة الصغيرة. ما تطلع بالكبير لأنه الناس واقفين لهم برا. John DeWitt went to his brother's cell. John DeWitt دخل الزنزانة بتاعت أخوه. Cornelius was lying on a bed in the small room. Cornelius كان مستلقي على السرير في الغرفة الصغيرة. قام قال له My dear Cornelius, John said, We are going to leave the country today. We are in a great danger here. Can you walk? قام قال له عزيزي كورنيليوس إحنا حنغادر البلد اليوم. لأنه إحنا في خطر كبير great danger هل بتقدر تمشي can you walk طيب قام قال له at that moment the brothers heard angry shout في اللحظة ديكي الأخوين سمعوا هتافات غاضبة many people were near the big gate of the prison كان في العديد من الناس خلف البوابة الكبيرة بتاعة السجن أو بالغرب من البوابة الكبيرة near من البوابة الكبيرة قالوا شنو قالوا give us the DeWitt brother أعطونا الإخوة DeWitt الأخوين DeWitt the people shouted bring the traitors out to us أخرجوا traitors اللي هو الخونة بر لينا طلعوهم لينا الخونة ديل قام جون سأل قال why do they call us traitors ليه بيقول لنا إحنا خونة John DeWitt asked sadly بحزن يعني قال ليه بيقول لي احنا خونة We wanted peace for our country احنا كنا دارين السلام لبلدنا I wrote letter to the French king انا كتبت رسائل للملك الفرنسي I asked for peace and King Louis wrote to me انا سألت الرسائل قال ليه انا بطلب السلام للملك لويس اللي هو ملك فرنسا والملك لويس رد له كتب له ذاته قام قال له We had those letters Cornelius Did you burn them? إحنا عندنا الرسائل دي يا كورنيليوس هل أنت حرقتها؟ قام ده اللي هو أصلا جون ده اللي هو الحاكم فقام برسل لملك فرنسا بيقول له إنه إحنا دارين السلام وملك فرنسا كان بيرد له فالناس اعتبروا إنه هو شنو صديق لفرنسا وفرنسا معروفة إنها هي عدوة لذا سيفن ستيت تمام لكن هو كان شنو ما نيته إنه هو يعني صاحب يعني كان نيته السلام إنه ما يحصل مشاكل بيناتهم
فالرسائل دي كانت عند كورنيليوس. قام قال له did you burn them, حرقتهم يا كورنيليوس؟ قام قال له no, I did not burn the letters, أنا ما حرقت الرسائل. كورنيليوس replied, رد له قال له one day those letters will help you brother, قام قال له في يوم من الأيام الرسائل دي حساعدك يا أخوي. I took those letters to Dort, أنا أخذت الرسائل دي لدورت اللي هي المدينة بتاع دورت. I gave them to Cornelius Van Bariel, اللي هو كورنيليوس اللي بيزرع التوليب داكا الدور الرسائل اللي هو ده الباكج داكا صح. قال له but why did you tell Cornelius, what did you tell Cornelius about the letter, قال له كنت تكلمت قلت شنو لي كورنيليوس يعني لما أديت الرسائل. قال له John Dewitt asked, قال له he is not interested in politics, قام قال له هو ما مهتم بشنو بالسياسة. I did not tell him about the letters, أنا ما كلمت أصلا على الرسائل. I put those letters in a package, أنا خطيت الرسائل دي في في باكج يعني عرفت في حال يعني مع حاجات تانية في طرد تمام. Cornelius Van Bariel did not open the package, Cornelius Van Bariel ده ما فتح الباكج ما فتح الطرد. He will not open it, وهو أصلا ما حشنه ما حيفتحه. He is interested in tulips not in letters, هو مهتم بالتوليبس ما بالرسائل. قام قال له then we can save him and we can save ourselves, قال له إحنا كده بنقدر ننقذ هو وبنقدر ننقذ أنفسنا. John Dewitt asked, said, قال له young Cornelius must burn that package, قال له young Cornelius ده لازم يحرق الرسائل دي. Tell him that, وريه قل له لازم تحرق الرسائل. قال له write him immediately, اكتب له أو اكتب له رسالة حالا immediately. I will send Craig to Dort, أنا حرسل كريك اللي هو الخادم بتاعهم لدورت. He must take your message to young Cornelius today, هو لازم يأخذ الرسالة اللي حتكتبها دي لكورنيليوس الصغير ده اليوم. قام قال يعني حس الرسالة اللي هي خطر تمام, فهو لازم شنو يحرقوها تمام عشان هم يكونوا في أمان ويكون كورنيليوس الصغير ده في أمان. قام قال له كورنيليوس دويت قال له yes I will write to him, قال له نعم أنا حكتب له. But I cannot write now, there is no paper here, قال له لكن أنا ما حقدر أكتب الآن لأنه ما في ورق هنا. قام then Cornelius saw a book next to his bed, بعدين كورنيليوس عاين كده لقى إنه في كتاب جنبه في السرير. قال له فقام he tore a page of white paper, فهو قطع أو مزق جزء من ورقة بيضاء from the front of the book, من المقدمة بتاعت الكتاب. قال I will write on this, أنا حكتب هنا, he said. طيب كده لقوا طريقة يكتبوا فيها الرسالة. طيب quickly Cornelius wrote a short letter, بسرعة قام كورنيليوس ده كتب رسالة صغيرة هندلة اللي هي في 20th of August 1672 my dear young friend, قال له عزيزي صديقي العزيز الشاب. I left a package at your house, أنا تركت طرد في منزلك. Please burn the package immediately, أرجوك احرق الطرد حالا. Do not open it, ما تفتحه. Your guardian, الحارس بتاعك Cornelius Dewitt, تمام؟ يعني هو your guardian يعني ممكن تكون الحارس بتاعه وممكن يكون الولي بتاعه المسؤول منه يعني تمام؟ فهو قال له في الرسالة دي أنه تحرق شنو الطرد طوالي. John Dewitt's servant Craig was waiting outside the cell. John called him. اللي هو servant حقهم اللي هو اسمه كريك ده كان واقف برا الزنزانة. فجون قام ناداه. Craig, please take this letter to Dort. Craig, أرجوك أخذ الرسائل دي لدورت. ده جون قال له كده. Give it to young Cornelius Van Bariel. أعطيها للشاب Cornelius Van Bariel. He must read the letter immediately. Go quickly. قال له هو لازم يقرأ الرسائل حالا. اذهب بسرعة وده له. Craig quickly left the cell. Then John spoke to his brother. Craig بسرعة غادر الزنزانة. وبعدين جون تكلم مع أخوه. قام قال له we must go brother, إحنا لازم نمشي يا أخوي لازم نغادر. At that moment Rosa ran into the cell, في اللحظة ديك روزا جات داخل شنو الزنزانة جات جاري للزنزانة. قلت له you must go quickly sir, أنت لازم تطلع بسرعة يا سيدي. Your coach and horses are waiting near the small gate, العربة بتاعتك والحصين بتاعتك منتظراك جنب البوابة الصغيرة.
قام قال لها thank you my dear Cornelius said. كورنيليوس اللي هو القمصيون قال لها شكرا يا عزيزتي. You have been very kind to me. لأن هي كانت مهتمة بالسجن كده مع أبوها, فهي كانت مهتمة بالسجين اللي هو كورنيليوس ده. قال لها أنت كنت طيبة معي. قلت له قال لها I have no money for you. أنا ما عندي مال ليكي, ما عندي قرش أدي لك, لكن the soldier took my money. الجنود هم بيعذبوه كده قاموا شالوا القروش حقته. قال لها please take this book. أرجوك خذ الكتاب ده. It's your now. هو حقك الآن. تمام. فهو ما عنده قروش, فقام اداها الكتاب هدية. قلت له thank you sir. قلت له شكرا يا سيدي. I cannot read but I will always keep your book. Now follow me. قلت له شكرا يا سيدي, أنا ما بقدر أقرأ لكن أنا على طول هحتفظ بالكتاب بتاعك, دايما هكون محتفظة به. الآن أنت اتبعني, أمشي بوراي. Rosa and the two men left the cell. روزا والرجلين اللي هم كورنيليوس وجون غادروا الزنزانة. تمام. فكده ده الشابتر الثالث اللي هو السجن فيه منه كورنيليوس, لأنه كان الناس قالوا إنه هو قتل البرنس ويليام. فبعدين بعد ما عذبوه وهو ما قال أي حاجة, فقاموا الجنود ودوه للقاضي, والقاضي قال إنه لازم هو وأخوه اللي هو الحاكم نفسه جون دويت لازم يغادروا البلد. فقام جون مشى هناك واتكلم مع أخوه, ومن خلال الكلام لقوا إنه الرسائل بتاعت جون دويت اللي هو كان الحاكم للملك بتاع فرنسا بتشكل خطر عليهم. فقاموا وصلنا الرسائل, كان كورنيليوس أداها لكورنيليوس الصغير صح. فقام برسل الخادم بتاعهم اللي هو كريك, شال رسالة كتب عليه كورنيليوس إنه هو يحرق شنو, يحرق الرسائل دي او يحرق الطرد. هو ما عارف اصلا الطرد ده فيه رسائل ولا فيه شنو, ف انه المفروض يحرق الطرد كده. وهم طلعوا من شنو بالبوابة الصغيرة عشان ما يلاقوا الناس, والشعب اصلا ما داير جون دويت, داير منو, داير برنس ويليام صح بتاع اورنج. فكده دي النهاية بتاعت الشابتر الثالث.